نفذ نقابيون ومواطنون اعتصاما مساء اليوم أمام مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال. فلسطين 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 شعبك حر ما بين شعبك حر ما بين شعبك حر ما بين شعبك حر ما بين ما في صعب ما في صعب ما في صعب ما في صعب واحنا معانا كل الشعب واحنا معانا كل الشعب واحنا معانا بالدم نبيك يا فلسطين بالروح في العالي سمعني حسك 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 فليسقط غصن الزيتون فليسقط غصن الزيتون. وشهد الاعتصام حضور المئات من النقابيين والناشطين والمواطنين فيما أكد المشاركون رفضهم المساس بالقدس مطالبين بزوال الاحتلال الصهيوني وتحرير فلسطين من البحر إلى النهر. نقول لهذا الرئيس أن هذا القرار الذي اتخذته هو خالف الشرعية الدولية ويجب عليك أن تنحاز للشرعية الدولية ويجب عليك أن تعود عن قرارك. هذا القرار الذي يرفضه 1.7 مليار مسلم في العالم وأيضا يرفضه كافة الشعوب العربية والإسلامية وكل أحرار العالم. وأقول لإخوان هنا في مجمع النقابات هذه القلعة الصامدة بأن مجلس النواب ولأول مرة يقود الاعتصامات في الوطن. فبالأمس كانت مسيرة دعت إليها لجنة فلسطين النيابية وأيضا النقابات والأحزاب من أمام المسجد الحسيني ترأسها رئيس مجلس النواب الأردني. وأيضا طالبنا من خلال اجتماع لجنة فلسطين النيابية مجلس النواب دعا إلى اجتماع طارئ للبرلمانات العربية. هناك اجتماع سوف يعقد في الرباط يوم الخميس يترأس الوفد رئيس مجلس النواب الأردني. لن ينفي عن القدس عروبيتها وإسلاميتها وأن القدس ستبقى عاصمة فلسطين وفلسطين ستبقى جوهرة بلاد العرب والمسلمين وستبقى قضيتنا الأولى والمركزية وأننا لن نقف مكتوفي الأيدي. إن هذا التلاحم الذي نشاهده منذ أن تم توقيع هذا القرار على جميع المستويات الرسمية والحكومية والشعبية والنيابية والنقابية إنما هذا هو موقف الشعب الأردني الذي دائما. بيان صادر عن مجلس النقباء والأحزاب الأردنية ولجنة فلسطين النيابية واللجان المختصة بقضية القدس بتاريخ 10/12/2017. لم تتفاجأ النقابات المهنية والأحزاب الأردنية وجماهير شعبنا الأردني العظيم بما اقترفته الإدارة الأمريكية من جرم لا يعد الأول في سجلها بحق الشعب الفلسطيني والأمة كلها. فإن قرار الرئيس الأمريكي ترامب بالاعتراف بالقدس العربية الإسلامية والمسيحية عاصمة للاحتلال ما هو إلا امتداد للسياسات الأمريكية المستمرة في تكريس الاحتلال واستعداء الشعب الفلسطيني والشعب العربية ودعم للإرهاب إرهاب الكيان الصهيوني. ورفع المشاركون لافتات تؤكد دعم النقابات المهنية لجهود جلالة الملك عبد الله الثاني في التصدي للقرار فيما وصفوا ترامب بهتلر الجديد.